السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائنا المشاهدين، ان شاء الله تكونوا بخير صحة لاباس. اليوم ان شاء الله راح نديروا وصفه تاع بطاطا صوتي بطريقه جديده بزاف منينه. اول حاجه بطاطا هنا راهي بالقشور تاعها غسلتها مليح، نحيت لها كامل التراب ولا تقشروها. وشنو بالقشور تاعكم روحها مليح، نقطعوها دركا بسم الله. هنا تقطيع بزاف مهمه، ما لازمش نقطعوها صغيره بزاف ماشي كبيره بزاف، كيما هذه صغيره نقطعوها على 4 هكذا، يكفي واحد 2 سنتيمتر على كل حال، فيها ماكسيموم 3 سنتيمتر. وكي تكون شويه كبيره نقدروا نقطعوها حتى 3 كيما هذه، كيف كيف تروح على زوج بس كنت تقريبا انا اللي عندي كامل حجم هدايا، دونك يروحوا كامل على زوج. نجون نطيبوها من الاحسن المرميطه تكون شويه كبيره باش ما يطيبوش المبريسين. نحطوا البطاطا تاعنا فيها بسم الله، هكذا نديرها كامل هكذا. دوكا الطياب تاعها راح نطيبها مرق الدجاج، من الاحسن تعاونها في البنه بيان سور، خير من الماء. والا ما كانش متوفره ديروا الماء والملح، هذا ما كان مرق دجاج فيه الملح، دوك ماش نزيدوا الملح، نديروا مرق دجاج هكذا. نشعل عليها نغلق عليها غير طيب، يدخلها طيب نحبس، ما نخلوهاش طيب حتى تفتت كامل باسكو حاجه نطيبوها شويه في الفرن هكذا. نشعل عليها نغلق عليها كي طيب نعاود نوري لكم. هاي البطاطا تاعنا طابت حوالي يا ربي 12 دقيقه، كي نمسها هكذا راهي طريه شويه يابسه من الداخل، قسمه راح طيب في الفرن. نجو نديرو لها دوكا بسم الله، عندي هنا شويه زبده دايبه باش تسهل لي نكملها عليها كامل هكذا، ندور عليها كامل زبده ولا زيت زيتون كيما حبيتو نورمالمون هكذا يكفي. عندي شويه اعشاب بروفونس، اعشاب منسمه اذا كانت متوفره تاني مليحه. هكذا شويه فلفل كحل، ونسكرفجو لها شويه تاع الثوم بسم الله. هكذا سي بون، ندخلها للفرن حوالي 10 دقائق ولا ربع ساعه على حسب الفرن تاعكم شي عامل فوقها برك، كي تحمر مليح نخرجوها. وهاي ليك البطاطا الصوتي تاعنا، انا كنت مره على مره نجبدها نخرجها من الفرن، نعاود نجوز عليها الزبده هذه كامل، نعاود ندخلها حتى بدات تقرمشه بزاف شابه. في الاخير قدمتها مع مشروب اكوافين، دوق الرمان بارد احسن مرافق للطبق هذا بسم الله. راه يبارك تجي محمره مقرمشه من برا وطريه من الداخل. هايله، بصحتكم.